صباح اليوم كان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن أوبراين في طريقه لزيارة محافظة تعز استجابة لدعوة محافظها، لكن الحوثيين منعوا المسؤول الأممي من الوصول إلى المدينة، فما الذي يخشى الحوثيون أن يطلع عليه أوبراين؟ الحكومة أكدت أن منع الوفد الأممي من زيارة المدينة يكشف حجم معاناة تعز وما تعيشه من أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة، وأن الميليشيا الإنقلابية تحاول جاهدة التستر على الجرائم التي تقوم بها من قصف للأحياء السكنية وتهجير للسكان وحصار للمدنيين. السلطة المحلية أيضا عبرت عن استنكارها وقالت في بيان لها أن منع أوبراين من الدخول من منفذ غراب يعبر عن الإفلاس الأخلاقي الذي وصلت إليه ميليشيا الحوثي والمخلوع. تعز المدينة المحاصرة منذ عامين يقف أثر الدمار فيها شاهدا على وحشية القصف الممنهج من قبل الميليشيا، ومفسرا لقلقها من وصول مسؤول أممي رفيع ليشاهد جرائمها في المدينة ويسمع من سكانها وجها لوجه. آخر ما فعله الحوثيون في تعز كان تهجير أهالي قرية تبيشعة في بلاد الوافي وتفجير بعض منازل المعارضين فيها. تعز منذ عامين تعد مدينة غير مرئية للمنظمات الدولية والمحلية رغم الحجم الكبير للانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا، وهذا تجاهل لم يفهمه أبناء تعز حتى الآن. في وقت سابق اتهم مسؤولون في المحافظة وفي وزارة حقوق الإنسان المنظمات الدولية بعدم المهنية في التعامل مع تعز، وذلك إثر تقرير لمنظمة العفو الدولية تناول حادثة غير واقعية وتجاهل الجرائم اليومية بحق المدنيين. تظل تعز هي اللغز الإنساني والعسكري الأكبر في المعركة، ويظل تحريرها مسؤولية الحكومة الشرعية والسلطة المحلية كونها كما يصفها كثيرون مفتاح حل الأزمة في اليمن.